فقبل ما نتكلموا على النزال ديال جمال بن صديق، هذه هي الطريقه باش سقط اليوم اديكبوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الأوفياء. فقبل لحظات انتهى النزال الذي جمع بين ريكو فيرهوفن والبطل المغربي جمال بن صديق، يعني بطريقة غير متوقعة، بعد ما كان يعني البطل المغربي جمال بن صديق غادي يعني بطريقة اللي اتفقنا عليها كلنا، يعني الطريقة ديال أنه ما يستنزفش بزاف من الطاقة دياله ويحاول يحافظ ما امكن على الثروه البدنيه، كان غادي يعني مزيان كما تنقولوا، كان غادي مركز بشكل جيد، وكل شيء كان تيقول ان جمال ممكن ان شاء الله ينهي هذه البطوله ديال ريكو فيرهوفن ويكون هو اول مغربي غادي يحمل الحزام ديال غلوري في الصنف ديال الوزن الثقيل. فالجوله الاولى كانت يعني ديال جمال بن صديق، الجوله الثانيه كذلك كانت ديال جمال بن صديق، في الجوله الثالثه جمال بن صديق كان كيفكر باش ينهي النزال، يعني وقع تقريبا سيناريو يعني بحال جمال ما استفدش من النزال الماضي اللي لعب مع ريكو فيرهوفن، فهي ما صبرش كما تنقولوا، بدا كيقلب على الضربه القاضيه، نفس الشيء اللي قلنا ونفس الشيء اللي قال الاستاذ حاتم، يعني كان تيقلب على الضربه القاضيه، استنزف بزاف ديال الطاقه، ولو انه يعني بكل صراحه دوك الضربات يعني ديك الضربة اللي كانت في العين ديال ريكو فيرهوفن كانت غادي تنهي النزال، لكن يعني حتى الحكام حنا ولينا نعرفوا ان كاين هناك تحيز كبير لهذا البطل الهولندي، يعني بغاو باي طريقه يبقى ريكو محافظ على الحزام باي طريقه، يعني بكل صراحه يعني بولا هادشي باين، فضربه كانت يعني سدات له العين وزائد جرح يعني عميق، دونك اوتوماتيكمون يعني النزال خصو ينتهي. مع الاسف يعني ما الحكم منهاش النزال. الجوله الثالثه جمال بن صديق بدا تينهار بدنيا، علاش بدا تينهار بدنيا؟ لانه كما تنقولوا عطى الجهد، خصوصا فاش يعني ريكو فيرهوفن طاح، بدا الحكم بالعد ديالو، تقريبا نفس السيناريوهات دائما اللي تتوقع، فريكو فيرهوفن طاح، الحكم بدا تيحسب، تما قال جمال بن صديق هنا خصني نغتنم الفرصه ونطيح جمال، نطيح ريكو فيرهوفن بالضربه القاضيه. فهذا هو اللي تيبين ان جمال ما كانش مستعد، يعني ما كانش عفوا ما استفدش من النزال السابق. فصراحه كان عندنا امل كبير، خصوصا بعد ما شفنا يعني الجوله الاولى والثانيه، بزاف ديال الناس كانوا يعني بكل صراحه كان عندهم الحق فاش كانوا تيقولوا ان جمال ما موجدش بدنيا. فكاين بزاف ديال الحوايج غادي نتكلموا عليها ان شاء الله في قادم الفيديوهات، رفقة الأستاذ والمحلل والخبير حاتم البختي. صراحة النتيجة صراحة كانت مخيبة للأمل، ولكن قدر الله وما شاء فعل، ما بيدينا والو، احنا ما كرهناش، وانتم كذلك كمشاهدين ما كرهتوش، ولكن الخير فيما اختاره الله، ما عرفناش شنو جاي القدام. وإلى هنا تنوصلوا للنهاية ديال هذا الفيديو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.